يرجع بالسلامة يا ابونا. سلام يا ابونا، مع السلامة. شكرا الله. حلو، اليوم باين من اوله. اللي معوش تذكره هطوقه، واللي مش هيدفع هسلمه للباشا بنافه، ولازم يسلمه للمركز. ماشي يا عم؟ شكرا الله. انا مش ناقص ولا اللي فيا مكفيني، هتدفع ولا لا؟ شكرا الله. قوم معايا، انت مش نافع معاك الكلام. قوم معايا. قوم يا راجل، انت تعبتني. تعالى تعالى. الله حرام عليك. ترى ايه يا اخي؟ ما عندكش رحمة؟ ما عندكش قلب ولا ايه؟ كفاية يا اخي، حرام عليك بالراحة شوية. انت لا قاضي ولا عسكري ولا ناظر محطة. يا حضرة الناظر، انا تعبت من الناس دول قوي، وخصوصا الراجل ده. عيب يا اخي، ده قد ابوك. ابوي ابوي عمال يتمهزك عليا من الصبح ويقول لي نشكر الله نشكر الله، ومش عايز يدفع التذكرة. مش عاوز تقطع تذكرة ليه؟ شكرا الله. على الحال ده من الصبح. خلاص، صفر انت للقطر واطلع، وكفاية تأخير. يلا. أوامرك عبد الناصر. يا ابونا اقعد استريح. شكرا الله. وبعدين يا نازي، احنا ده سايبينه كده ما ندفع له ثمن التذكره بدل البهجه اللي هو فيها دي. انت ما شفتش عمل ايه مع الشحاته؟ وانا يعني مستنى اما تقولي، بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. ربنا يسامحنا. لعلمك ربنا مش هيسيبه. القطر ما عايز يتحرك لا قدام ولا ورا. يعني ايه القطر مش هيتحرك؟ يا حلاوه يا اولاد، انا اول مره اشوف حاجه زي دي. انت عارفين قطر يتاخر عن ميعاده يعني ايه؟ ما انت سامع سيد بيقول ايه يا حضره الناظر. وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا.
بقول لكم ايه، انتوا عايزين القطر ده يتحرك؟ خلوا الراجل ده يركب القطر طوالي وهو هيتحرك. يا بوي يا بوي، انت لو ركبت القطر، القطر يمشي؟ اشكر الله. طب قوم قوم اعمل معروف، قوم اركب القطر الله يخليك. قوم. الله يا جدع، الله، الآية دي حلوة خالص. قولها تاني، قولها يا جدع، قولها. حاضر يا ابونا. اسمع يا رب للحق، أنصت إلى صراخي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ابونا يسطس، الحمد لله على السلامة. نورت بيتك ومطرحك. أهلا يا راجل يا بركة، الحمد لله على السلامة. ازيك يا جدع؟ ازيك؟ أخبار البلد إيه تحت؟ حلوة؟ الله. نشكر الله يا ابونا على وصولك بالسلام. هي الساعة كام معكم دلوقتي؟ كتير 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 قوي يا جدع، يا نورت دير. اتفضل اتفضل. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كاسرة رأفتك تنك اسمك، تغسلني كثيرا من اسمك. انت جيت يا ابونا يسطس. يا ابويا انا بتعبك كل يوم، كتر خيرك يا ابويا، كتر خيرك. سلام يا ابونا ماكسيموس. سلام يا ابونا الريس. ازيك وزي صحتك؟ الحمد لله. طب انا عرفتني من صوتي، وابونا يسطس تعرفه من صوته ولا من صوت جلابيته اللي عماله تخشول؟ ابونا يسطس، ابونا يسطس بعرفه بجلبي. ايوه يا حاج، انا تحت امرك، البضاعة جاهزة وتيجي تستلمها في أي وقت. أيوة بس أنت كمان تكون جاهز. لا لا تحت أمرك في أي وقت يا حاج، كل سنة وأنت طيب. مع السلامة أنت بقى. صباح الخير يا بابي، عامل إيه؟ أنا الحمد لله. صباح النور يا عيون بابي. أسأل بقى سؤال، حضرتك جاية تفاجئيني بالزيارة الجميلة دي ليه؟ يعني هو لازم عشان اجي لك اكون عايزه حاجه يا بابي يعني؟ انت هتضحكي عليا يا بنت، انت هتلفي وتدوري عليا. بالاخر عايزه كام؟ هو مبلغ صغنطوط قوي، حضرتك عارف ان العيد قرب واحتياجات اخوه الرب يعني. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ طبعا ليك حق، احتياجات اخوه الرب من عينينا الاثنين. اللي احنا فيه ده كله، الخير اللي احنا فيه، كل ما نملك عطية من عطايا رب، عطية بسيطة من عطايا أهلينا. يبقى لما أخوة الرب يحتاجوا لشيء لازم إحنا كمان نقدم لهم إيد المساعدة، على الأقل نرد شيء بسيط من عطية ربنا لينا. ربنا يخليك يا بابي. على فكرة بعد بكرة في رحلة لدير الأنبا أنطونيوس، يا ريت تيجي معانا، هتبقى فرصة حلوة قوي. أنت قلت دير الأنبا مين؟ أنطونيوس. آه دير أنطونيوس. لا لا قصدي آه أنا ما عنديش مانع أبدا أروح دير الأنبا أنطونيوس. تعرفي دير الأنبا أنطونيوس بركة كبيرة قوي. عايزك بقى تعدي على منى وتاخدي اللي أنت عايزة، بس ما تحفيش. ربنا يعوضك يا بوبي. سلام بقى. سلام يا روحي، مع السلامة. دير الأنبا
جنب أنطونيوس. أنا هقابل الراجل ده تاني، أنا عارف إن أنا هقابله. الساعة كام دلوقتي؟ أشكر الله. أنا تبت يا أبونا، تبت صدقني. تعال يا أبونا. حاضر حاضر. لو الفرع ده بعد عن الشجرة يحصل له إيه؟ يموت يا أبونا. وإنت كمان هتموت. أيوة يا أبونا، كلنا هنموت يا أبونا، بس أنا خلاص صدقني يا أبونا، أنا تبت تبت يا أبونا. ده أنا عملت كل اللي إنت قلت لي عليه. أيوة، بس انت بعيد عن الكنيسة والمناولة، لازم حياتك تتغذى وتتراوي بجسد المسيح ودمه عشان تعيش معاه. فهمت يا ولدي؟ إلا قولي الساعة كم بالوقت؟ وافق عبدك فأحيا واحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموس. أبونا يسطس، أنت بتعمل إيه عندك في وقت زي ده؟ أنت في حاجة رايحة منك يا أبونا؟ قول لي أفتش عليها معاك. إيه، حصل إيه يا جود سابونا؟ نشكر الله،
الساعة كم معك دلوقتي؟ كمل يا ابونا كمل. غارب انا في الارض لا تحجب عني وصاياك. ربعمية مطلوب ولسه هيكمل. عظيم هو إيمانك يا أبونا يوسف. زيارتك لدير الأنبا أنطونيوس يا طموف، وإيه أخبار الدير؟ الزيارة المرة دي كانت غير كل زيارة، وإن كان على الدير فالدير مليان بركة بقدسيه. دير الأنبا أنطونيوس ده الدسم كله. كلامك يا طموف بيقول في حكاية حلوة هنسمعها. صحيح، حكاية كل واحد يسلم حياته وقلبه وفكره للسيد المسيح، حكاية صوم وصلاة بالانقطاع ومحبة ونسك. احكي لنا يا طموف، احكي شوقتينا. هحكي لكم. ساعة سماع صوت جرس التسبيحة وانا في طريقي للكنيسة وبالظبط قدام قلاية ابونا يوستوس، بصيت لقيت نور جامد جدا خارج من القلاية، وشفت النور من الباب وبخور، والقلاية كلها من بره مشغولة صلبان منورة وريحة حلوة طالعة من الباب. حاولت اشوف ابونا يوستوس لكن ما قدرتش من شدة النور، وسمعت صوته وهو بيقول المزامير. سبح الرب يا جميع الأمم، ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته جويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. هللويا. المجد ليك يا رب، المجد لقدسيك الأبرار، مبارك هو اسمه. سلامتك يا جدع. عامل ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ سلامتك انت يا ابونا بسخريون. سلامتك يا جدع. سلامتك يا ابونا يوستوس. ايه يا ابونا يوستوس؟ انت عجزت ولا ايه؟ دول شوية طراوة يا ابونا سناسيوس. كل ده شوية طراوة؟ يسوع السلام والنعمة يا أمنا. ما تعرفش الاقي يا ابونا يوسطس فين؟
هتقولي ابونا يوستس؟ ايوه ابونا يوستس القديس الصامت. ده لا قديس ولا صامت، هو في قديس يبقى معفن في نفسك ده؟ ايوه بس احنا متاكدين انه بركه وقديس كمان. قديس وبركه؟ ده لا قديس ولا بركه ولا يحزنون. وتعالوا ورايا وانا هفرجكم، يلا تعال ورايا. الحقي يا طباف الحقي. وادي القديس بتاعكم اهو. السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. أنا فعلا محتار في شخصية أبونا يوستس. ساعات احس انه راهب عادي، وساعات احس انه ملاك نازل من السماء، وبتعجب اكتر في صمته الشديد ده. ما تستعجبيش، يعمل القديسين طرق وابونا يوستس واخد من الصمت طريق. تفتكر يا ابونا ابونا يوستس من السواح؟ ان ما كانش ابونا يوستس هيوصل للمرتبه الروحيه دي، امال مين اللي هيوصل لها؟ قاعدين تقولوا ده ايه وده ايه، واللي وزن القلوب هو ربنا وهو وحده اللي يعرف الحاجة دي. قول لي يا بونا، انا سمعت ان ابونا يوستس ما بيستحماش غير مرة واحدة في السنة، وده زيادة في التقاشف وزيادة في النصر. رغم كده محدش يقدر يقول ان ريحة البخور اطيب من ريحته، وان علته على الناس دايما بهية. انا فعلا يا دنيا طالت رحلتي وطالت الأيام، حاسس بغربة ونفسي أرتاح بالحزن والآلام. الرب أن تسلكوا كما يحب بالدعوة التي دعيتم إليه بكل طوال الجل والوداع. تمليل. سلام يا جدع. سلام يا أبويا مسخر يوم. لا ما استحيش يا حبيب، ما استحيش. خد ده عشان كسوة الشتاء. عندي يا أبويا. عارف أن أنت مش محتاج، لكن عشان خاطر العذراء مريم والان بنطونيوس خذهم، ما تزعلهمش. حاضر يا ابوي. حضر لك الخير يا حبيبي. سلام 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 يا جد. يوم يا جواد. حلو، رسل وجي لحد عندك
هتفتري. ايوه انت تاخذ الكرشينات وتروح تظبط حالك. ايوه وتشتري كل اللي انت عايزه ولا هتبقى صاحب املاك يا ولد. ابونا هو ما بيغيرش الجلابيه المعفنه بتاعته دي. هتموت بقول لك هتموت هتموت بقول لك هتموت. سامحني يا ابوني سامحني. لا فيش حاجه يا ولدي جت سليمه نشكر ربنا. سامحني يا ابوني. ايه ده انت واخد بؤجة هدومك ورايح على فين؟ ايه حد زعلك يا ولدي ولا ايه؟ لا حد زعلني ازاي يا ابونا؟ لا ده انا صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان قوي كلتي يا ابونا كلتي وجعاني قوي. انا قلت اروح البلد علشان اشوف العيال واجيب دواء لكلتي. ايوه زعلوني قال ده انتوا ملايكه يا ابونا. طيب يا جميل ربنا معاك تروح وتيجي بالسلام. سلام يا ابونا. صليلي السلام والنعمه. ابونا يوستوس. ابونا. ايوه يا حبيبي. في يا قدس ابونا في. شوف يا جدع في عامل من عمال الدير تعبان قوي بين الحياه والموت وكل طلب ان هو يشوفك فلو سمحت تعالى طل عليه. ابونا يوستوس. استحمل امال هانت ألم. ابونا يسطس زمان جاي اهو جاها. ابونا سامحني يا ابونا انا افتريت عليك واستهزأت بيك والعقاب كان شديد قوي. كل اللي كنت عايز اعمله فيك سمح ربنا انه تعمل فيا. انا الراجل ده لدغه عقرب يا ابونا. العقرب ملحقناش نسحب السم من دمه. سامح يا راجل يا طيب سامح يا جدع سامح كده. طيب يا ابونا انا مسامحك. كده اطمن يا جدع ما عاد فيها سم ولا غير الم. سامحني يا الله سامحني يا قديس الله. مش قلت لك ان ابونا يوستوس ده بركة كبيرة قوي؟ مجد لاسمك يا رب مجد لاسمك يا رب مجد لاسمك. ايوه نجيبوا حماره. حماره حلوه. ايوه ونأجروها ونأجروها وكمان ممكن نأجرش بنبيع. لا 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 بنبيع. حمارتي هتجيب لي يعني هتجيب لي شويه ملاليم. ايوه نجيبوا معزه. معزه ولا حماره؟ معزه ولا حماره؟
لا لا انت تعباني. نسيبه معزه، نسيبه معزه. ايوه ايوه يا جميل، نجيبه معزه. ايوه معزه معزه، هنجيبه معزه. دي ولا دي؟ دي عشر دي. ايوه نجيبه معزه. ايوه انا هاخد دي، المعزه دي، المعزه دي. لا انا عايز خروف، هات لي خروف. ايوه انا عايز خروف، هات لي خروف يا عم. ايوه خروف، الخروف. وتجيب لي ايه؟ لا انا هشتري عجله. ايوه هشتري عجله، مش جايب غير فان، انا هجيب عجله. اه نوار، كل تمام يا ابني. هتتأخر في دير الأنبا بولا يا بونا؟ لا يا بونا، نحن نحضر العيد بتاعه ونعود على طول. تروح وتيجي بألف سلام. الله يسلمك يا بونا. يلا 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 يا جدع يلا. ارجع يا بونا، ما تمشيش. ارجع يا بونا سلاسيوس، ارجع، انت مش قد الملاك. ارجع ما تمشيش. انت نادر الملاك ميخائيل. ابونا يوستس في عقلينه وبين الملاك عمر كبير. وانا مش قد زعل الملاك. مش قلت لك هتموت؟ سامعني يا ابوني، سامعني، العجله ماتت يا ابوني. كان حاجه انا اموت مش العجله يا ابوني. سامعني يا ابوني، سامعني. نشكر الله، نشكر الله.
نشكر الله. إسحاق عملك ساعة؟ لا لا لسه بدري يا جدع. شويس بزم لسه بدري يا أسطوس. ازاي الناس بيعرفوها باي هيئته دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد ان كان راهب ولا لا. بالذمة يا جدع انت مش فاهم حاجة. انت في حاجه رايحه منك يا ابونا؟ قول لي افتش عليها معاك. ايه حصل ايه يا جوتس يا ابونا؟ نشكر الله الساعه كم معاك دلوقتي؟ كمل يا ابونا كمل. Thank you.
ولا اضرب بالنار. اوعى تتحرك، انزل، اضرب في المليان، اثبت مكانك. الساعة كام دلوقتي؟ يا ربي يسوع، اوقات كتير كان يبقى ساكت، انما لحظة سكاته تبقى اقوى من الدور. لو تعرفوا معنى السكوت والصمت، تعرفوا معنى السكون.
يا ابني كده خلي فريق انت جاب اللي بيعمل ده. عندنا دلوقتي تطلع بره بحركات وبعد كده حضرتك تيجي تقعد هنا. اهو تموته بس معاش غيره. بس